اسمي وائل خضر والفرقة بتاعتنا اسمها فلامينكا كايرو. ابتدينا سنة 2001-2002 تقريبا. ابتدت الفرقة ديت مجموعة من الأصدقاء، لمينا بعض، تعرفنا منهم أصدقائي من زمان ومنهم ناس جديدة، وابتدينا مشوارنا الفني. تجارب موسيقية متنوعة ولعبنا في أماكن كتيرة جدا. فلامينكا كايرو ده اسم جاي من المشتق من اللغة الأسباني، التصريف بتاع فلامينكو، موسيقى فلامينكا أو موسيقى الفلامينكو. فإحنا عشان إحنا ناس من القاهرة ومن مصر سميناها فلامينكا كايرو، موسيقى الفلامينكو من القاهرة. طبعا عشان الفلامينكو هو أصوله شرقية، أصل الكلمة عربي، فلاح منكو، فهم والموسيقى الشرقية ولاد عم كويس جدا، يعني قريبين جدا من بعض الروح. من فترة احنا عارفين ظهر فرق كتير، الفرق الاندر جراوند، وابتدى جروبس من الشباب الموسيقيين الممتازين، الشباب بيعملوا افكار موسيقيه جديده، والساحه دلوقتي بقت مليانه من الفرق اللي اسمها، مش عايز اقول اندر جراوند يعني، بس هي الفرق اوريدي، بس ده المسمى يعني. هل ده بيأثر علينا احنا كفلامينكا او الفرق المشابهه لينا؟ لا، لان جمهورنا والجمهور اللي بيحب النوع دوت يمكن مختلف عن اللي بيحب عن الاندر جراوند. متهيألي احنا ايه، بن 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 ساتسفاي او بنخدم شريحه كويسه من الجمهور. اسمي عز الأسطول، أنا بشتغل مغني، خريج كلية التربية الموسيقية قسم غنى أوبرا. أنا انضميت لفلامينكا سنة 2006 على أساس إن هما بيغنوا مزيكا ممكن تكون مطعمة بالغناء الصوفي، وأنا كده كده بحب أغني. كانت الحالة لايقة على الحالة قوي قوي، واستمرنا شويتين، وبعدين جت ظروف البلد مش عارف إيه، وقفنا شويتين وبعدين رجعنا تاني، ولحد دلوقتي الموضوع ماشي كويس جدا. أنا مبسوط طبعا إن أنا مع وائل مع فلامينكا، ومبسوط إن أنا برضو سجلت معاكم النهاردة. حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة، فيا قمرا قل لي متى، قل لي